استعادة الاستقلال. ظلت هذه العلاقة إذن متوترة مع الحداثة، بين انبهار مفروض فرضته الحداثة نفسها لما وصلت إليه ولما قدمته لنا من آفاق هي نتاج حضاري ساهم المسلمون فيه بطريقة غير مباشرة، ولكننا انبهرنا لما وصلنا على حوافر الهجمة البونابرتية على مصر. هذه الثنائية سوف تظل حاضرة أيضا في هذه الشهادات. هذه الشهادات دائما هناك هذا التراوح بين النهوض، هل يكون بالعودة إلى الذات وإعادة الاعتبار للهوية واستلهام الماضي واستحضار التراث وإعادة البحث عن أسباب القوة التي وصلت إلى الحضارة الإسلامية في أوجها في الماضي، وبين ضرورة الإصلاح، إصلاح هذا الواقع المأزوم، هذا الواقع الكريم ثقافيا اجتماعيا اقتصاديا تعليميا سياسيا. ثم كيف السبيل إلى إجابة عن هذه الأسئلة؟ ونحن إزاء أسئلة جديدة يطرحها علينا واقعنا لم تطرح على أسلافنا، أسئلة جديدة. هل نجيب على هذه الأسئلة بالانفتاح؟ أي هل نستعير إجابات الغير على هذه الأسئلة كي نخرج من مأزقنا؟ ما دمنا لا نجد إجابات عنها في ماضينا لأنها لم تطرح. لاحظوا هناك إشكالات، وكلما تقدمنا سوف نصطدم بإشكالات أكبر. والشباب هو المعني الأول بهذه الأسئلة لسبب بسيط، هو كونه متفاعل، كونه متفاعلا مع زمانه ومع لحظته، مع هذا الزمان الذي انفصل فيه الزمان عن المكان لأول مرة في التاريخ، والذي أصبح فيه الإنسان مواطنا كونيا شاء أم أبى، والذي أصبح التعدد اللغوي ليس فقط ترفا ولا كمالية بل أصبح ضرورة لهذه المواطنية العالمية. ثم أصبح كل هذا يطرح عليه أسئلة على معتقده، على كيفية تعامله مع نصوصه الوحيانية، مع القرآن الكريم والسنة النبوية، مع هذا التراث الضخم للحضارة الإسلامية، وأيضا كيف السبيل لكي يتفاعل مع أسئلة الزمان المتعلقة بما تفرضه عليه العولمة أيضا اقتصاديا، بل بما يفرضه عليه مفهوم الإنسان اليوم، من هو الإنسان أمام طوفان الاستهلاك الذي جاءت به العولمة، أمام طوفان المعلومات والأخبار العاجلة التي لم تعد تترك له معنى لإنسانيته، لأن الإنسان أصبح تقريبا مملوكا للمعلومة بدل أن يكون مالكا لها متحكما متأملا في مساره ضمن هذه التناقضات التي تحيط به. هذه فقط أوليات، أرضية أولية يمكننا أن نتناقش حولها. أنا لا أريد أن أحاضر معكم، أنا حاضر معكم لا محاضر عليكم. هي فتح لشهية الحضور، طبعا هي فتح لشهية الحضور أمام هذه الإشكاليات التي استمعنا إليها تتعلق بالإصلاح الذاتي وبالانفتاح انفتاح على الثقافات. وطرحت كذلك كلمة من طرف إحدى الطالبات، القيم، دور القيم وتطوير القيم، وطرحت إشكالية العولمة وإشكالية الجهوية. أنا أقترح أن يكون هناك قبل أن نستمر سؤال أو استفسار، إذا كان هناك سؤال أو استفسار من القاعة، حتى يكون هناك تفاعل مع
مع الأستاذ في مجالات متعددة. إذا كان هناك سؤال من القاعة تفضلوا مرحبا قبل أن